إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة. يستضيف فريق الزمالك نظيره بتروجيت على استاد بتروسبورت في اللقاء الذي يجمع الفريقين الجمعة 28 ديسمبر 2018 الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق. والمباراة مؤجلة من الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتنقل المباراة قناة أون سبورت 1. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة حصدها في 14 مباراة، حيث فاز في 11 وتعادل في 2 وانهزم في مباراة واحدة. أما بتروجيت فيأتي في المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة حصدها في 17 مباراة، حيث فاز في 2 وتعادل في 9 وانهزم في 6 مباريات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.